السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أتيتكم بدرس جديد، ألا وهو كيفية حل مشكلة الصوت في الحاسوب. يعني في بعض الأحيان نحن نعمل حتى تأتيني هذه علامة على الإكس على الصوت، عندما الضغط عليها يعني ينبثق لنا إطار، يعني هناك مشكل يعني ونتعب لحل هذا المشكل. هو يعني مشكل بسيط جدا، كل ما عليك الذهاب هو إلى موقع تويتر أو أورجنتر بالضغط الزر الأيمن، ثم تضغط على جيري كما تلاحظ، ثم تذهب إلى هنا وتضغط على جيس يونيل ديت ريفيوز، هذه الخيار جيس يونيل ديت ريفيوز، ثم نذهب إلى يعني الدرايفر الخاص بالصوت هنا كما تلاحظون ريفيوز هاي ديفينيسيو أوديو، تضغط عليها يعني ضغطتين كما تلاحظ، ثم تذهب إلى بيلوت. ثم نذهب إلى الخيار أكتف ونقوم يعني بتفعيل الدرايفر، وإن لم نجد هذا الخيار عفوا البيلوت نعم، نذهب إلى هذا الخيار، نضغط على الخيار الثاني، ثم هنا كذلك هذا الخيار، ثم نضغط على هذا الخيار الثاني وليس الأول يعني كما تلاحظون، ثم نضغط على سويفر و وكذا يثبت لنا يعني الدرايفر الخاص بالصوت. نذهب إلى يعني المشكل الذي وجدناه، سوف نجده بإذن الله قد انتهى كما تلاحظون. الآن نستطيع يعني الدخول بسلاسة يعني في زيادة ونقص الصوت يعني بدون مشكل. هذا الحل الأول. أما الحل الثاني هو يعني عن طريق تحميل الدرايفر الخاص ببطاقة الصوت. سوف أضع لكم رابط هذا الدرايفر أسفل الفيديو كما تلاحظون، هذا هو الرابط. كل ما عليك هو الضغط ضغطتين على هذا الدرايفر، ثم تقوم بالضغط على شيء بصورة كالعادة يعني كتثبيت أي برنامج عادي. هذا كل ما في الأمر، سوف يعني يحل لك المشكل بإذن الله. هذا كل ما في درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.